تعاملت معها ازاي يا ضياء قطب؟ انا كنت يوميها في اسكندريه صباحا ورجعت هنا، وطبعا تم الاعتداء على الكاتدرائيه والاعتداء على عندنا مسرح هنا، مسرح للانشطه الكنسيه، وتم عنف وتكسير وحرق وحاجات صعبه خالص، ودخلوا ناس الاماكن دهيت. وطبعا اتكلمت ويا الرئيس ساعتها، واتكلمت ويا وزير الداخليه، وكلهم احنا هنشوفه وهنحتوي الموقف، الكلمات الترطيبيه دهيت اللي بتتقال في مثل المواقف دهيت دون فعل، لدرجه ان انا استخدمت كلمه صعبه قوي. انا قلت له ساعتها يوجد تواطؤ، فطبعا هو سمع الكلمه دي كلمه يعني تشد، وانا كنت اقصدها الحقيقه. ذكريات التعامل مع شعب الكنيسه في ظل احداث زي دي، وتحديدا الشبان والنشء الصغير، ودول بيبقوا بطبيعه الاحوال وبطبيعه السن سهل انه يمتلئ بالغضب، سهل انه يفكر في انه العنف يواجه بعنف مضاد. قداسه البابا تعامل ازاي مع موقف بالصعوبه دي؟ صدقني دي عايزه نعمه من ربنا، يعني انا لا ادعي ان انا شاطر ولا ان انا يعني اقدر اعمل حاجه، لكن هي عايزه نعمه من ربنا، وعايزه ان الواحد يفهم الموقف كويس. اسمح لي اقول لحضرتك، لما تم الاعتداء على الكنائس جمله واحده في اغسطس 13، ده كان حدث رهيب. انا كنت قاعد، كنت في الدير، دير مارمينا، واتلقى التليفونات، حرقوا كنيسه كذا، ولعوا في كنيسه كذا، عملوا مش عارف اسوانات بوتاجاز في الحته الفلانيه، وطلعت ومش عارف اعمل ايه، وما عنديش في التاريخ حتى القريب يعني مرجعية أقدر أرجع لها اتصرفوا فيها إزاي أو أعمل زيها. فالحقيقة كنت في حالة نفسية والبلاغات اللي بتيجي قدامي ومش عارف أقول إيه، وبعدين أنا فاهم أن مش دول المسلمين إخواتنا اللي احنا متربيين في وسطهم، مش دول اللي عملوا كده. فالنقطة دي بقى الحكاية ثلاث أطراف، بقى في الشعب المصري سواء مسيحيين أو مسلمين، وفي طرف ثالث بيشتغل هدفه ان العلاقه الطيبه دهيت تروح. وده اللي خلاني اقول ساعتها ان لو حرقوا الكنائس هنصلي ويا اخواتنا المسلمين في المساجد، ولو حرقوا المساجد هنصلي احنا الاثنين في الشوارع. صحيح. اعتقد ان الله اعطى نعمه لهذه الكلمات عشان ترطب القلوب. وفعلا في بعض المواقع الاعتداء على الكنيسة واجهوا إخواتنا المسلمين، الجيران والموجودين واجهوا الاعتداء اللي تم على الكنيسة. ففعلا هي كده. ونشكر ربنا عدت دون أن يعني أن شخص واحد يغلط غلطة واحدة، الحمد لله جداً.